السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد ومبسط بنتكلم فيه عن التركيب التشريحي للجذر والساق والورقة في نباتات ذوات فلقة وذوات فلقتين. عمل مقارنة سريعة، يعني احنا بنسمي ذوات فلقة وذوات فلقتين بناء على ايه؟ بناء على البذرة او الحبة. اذا كانت البذرة بتحتوي على فلقتين فبنقول نباتات ذوات فلقتين، واذا كانت الحبة بتحتوي على فلقة واحدة فبنقول نباتات ذوات فلقة واحدة. بالنسبة للجذر في ذوات الفلقتين بيكون جذر اعتيادي، بنلاقي جذر اساسي اقدر اميزه، وفي جذور ثانوية بتبقى ارفع منه بكتير، لكن ده الجذر الاساسي. في النباتات ذوات الفلقة واحدة بيكون الجذر الليفي بيتكون من الياف، بيكون الجذر الاساسي ممكن صعب تمييزه او بيكون نفس الحجم تقريبا، هو هنا اكبر شوية، بيكون نفس الحجم بتاع الجذور الثانوية، ممكن ما اقدرش اميزه قوي او الفرق فيهم بيكون ضعيف يعني. بالنسبة للزهرة في نباتات ذوات الفلقتين بتكون عدد الوحدات محيطات الزهرة اللي هم السيبلات والبتلات وكذا بيكون أربعات أو خمسات ومضاعفاتهم. في حال ذوات الفلقتين ما بيكونش فيه كأس وتويج، بيكون فيه بالنسبة لذوات الفلقة الواحدة بيكون فيه محيط زهري، ما بيكونش فيه كأس وتويج، وبيكون الوحدات اسمها تيبلات مش سيبلات بقى وبتلات لا، وبيكون ثلاثة ومضاعفاتها، يعني هنا ثلاثة أو ستة وهكذا. بالنسبة للورقة في ذوات الفلقتين بيكون التعرق شبكي، يعني العروق اللي في الورقة دي في عرق أساسي أهو وفي تفرع شبكي، أما هنا لا، بتكون العروق كلها موازية وطولية. لو جينا قطعنا في الساق ذوات الفلقتين بيكون في حزم وعائية اللي بتحتوي على الخشب والحاء وبينهم الكامبيوم حزمي، وبتكون مترتبة في حلقة واحدة زي ما احنا شايفين، فبالتالي بيكون عندي منطقة خارجية هنا ما بين البشرة وبين الحزمة الوعائية اسمها قشرة، وفي النص اللي هي النخاع. أما في حالة الفلقة الواحدة بيكون في حزمة وعائية مكونة من خشب ولحاء الكامبيوم، بيكون تكشف تماما يعني تحول إلى خشب ولحاء، وبتكون مترتبة بشكل مبعثر، يعني النسيج الأساسي احنا قلنا ثلاث أنسجة بشرة وأوعية، اللي في بينهم ده كله ده نسيج أساسي هنا غير مقسم إلى قشرة ونخاع. الجذر نفس الكلام، بس هنا مش هقول حيزة معائية بقى، هنقول أذرع الخشب وأذرع اللحاء، يعني حلاقي الخشب عندي أهو أربع أذرع أو ثلاثة أو خمسة، عددهم قليل وبيتبادل مع اللحاء نصف ونصف، هنا بيكون عددهم كبير شوية ممكن يكون ثمانية أو أكثر. بنشوف مع بعض كده بصة سريعة كده، طبعا لأول وهلة أقدر أميز الورقة عن الجذر والساق، خلاص انتهينا منهم. الورقة بتاع ذوات الفلقة الواحدة زي ما احنا شايفين بتكون البليد أو النصل بتاعها أهو زي ما احنا شفناه فوق، وبيكون التعرق هنا موازي، يعني لو بصيت كده هلاقي إيه، كلهم موازيين لبعض، طبعا ده أكبر شوية لكن الباقيين كلهم طولي وموازيين، لا فما فيش انتفاخ في النص هنا كبير اللي هو بيميز العرق الوسطي، زي هنا في منطقة الانتفاخ دي اللي هي بتبين العرق الوسطي. أدي الورقتين. تعالى للجذر بقى، احنا قلنا الجذر ما فيهوش او حزم وعائيه، الحزم الوعائيه موجوده فين؟ في الساق اهو، لو بصينا كده هنلاقي الكور اللي احنا شايفينها دي الحزم الوعائيه، فبالتالي اول ما الاقي حزمه وعائيه يبقى اقول ساق، اجي بقى اروح ادور ده فلقه واحده ولا فلقتين مبعثره بالشكل ده كده، يبقى فلقه واحده مترتبه في حلقه بالمنظر ده، عشان يبقى في عندي هنا قشره وجوه هنا نخاع، يبقى ده ذوات فلقتين. بالنسبه للجذر لو لقيت عدد الأذرع، وفين الأذرع هنا؟ هلاقي إيه؟ أذرع الخشب بتتبادل أهو مع أهو، لو كبرت شوية هلاقي أذرع الخشب ولحاء، خشب ولحاء بالتبادل بالشكل ده كده، وعددهم كبير. نروح لذوات الفلقتين هنلاقي عددهم بيكون قليل زي ما إحنا شايفين، برضو خشب ولحاء، خشب ولحاء، خشب ولحاء. طبعًا هنا بتكون القشرة كبيرة جدًا في ذوات الفلقتين. هنا برضو في قشرة بس أقل شوية. ذوات الفلقتين غالبا بيكون هنا النخاع اتقفل خالص، يا إما صغير جدا أو بيكون الخشب خلاص التحم في النص هنا مش سايب مكان للنخاع، يعني عادة يعني. تعالوا نروح مع بعض بقى نشوف الجذور أهو بالمنظر ده كده، أشكال بقى مختلفة ومتنوعة، اللي على اليمين دول كلهم إيه، كل ده جذور كل دي جذور. تعالوا نطبق القاعدة بقى هنا أهو، عدد أذرع الخشب واللحاء كبير يبقى ده ذوات فلقة واحدة. جذر جذر ليه؟ ما هو مفيش حزمة معايا. طيب انا مكبر هنا جزء شويه، ادي الخشب اهو اللي هو اللي باللون الاحمر ده، وفين اللحاء اللي هو المنطقه دي اهو، ادي اللحاء اللي بينهم اهو، ادي اللحاء وهكذا، يبقى ده الخشب وادي خشب، ادي لحاء لحاء لحاء. طب ايه الطبقه اللي هنا دي؟ دي طبقه البشره الداخليه او بيسموها الاندو ديرمس.
دي مادة سوبرين، مادة سوبرين. طيب ليه بتعمل الكلام ده؟ عشان تمنع المية وهي داخلة جوه كده لغاية لما تفتح لها مكان عشان توصل للخشب، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. طب ايه الخلايا المترصصة دي؟ خلايا برانشيومية بتاعت القشرة. خلايا نوعها ايه؟ برانشيومية. عرفت منين؟ الجدار بتاعها رقيق تمام ومن السليلوز، مش واخد اللون الاحمر بتاع الجنين. وادي المسافات اللي بينها، المسافات اللي بينها بقى زي ما انتم شايفين كده، ما بين 3 خلايا هتلاقي مسافة مثلث، ما بين 4 خلايا مكان مربع بالشكل ده كده، وده الترتيب بتاعها بهذا الشكل. طيب تعالى بقى نروح لشكل اخر اهو بالمنظر ده كده. طب عرفت منين ان هو جزء؟ مفيش حزام وعائيه، امال ايه؟ في خشب ولحاء، خشب ولحاء، ودي ماده الاندوديرمس او البشره الداخليه، الطبقه دي اللي هي ايه؟ المتغلظه بالسوبرين. اجي اكبر كده شويه، ادي الخشب اهو وادي لحاء. ادي الخشب اهو اللي هو الاوعيه الخشبيه الواسعه دي كلها، يعني دي منطقه الخشب، دي كلها منطقه الخشب، مش ده بس الوعاء وكل ده مع بعضهم، وبتحاط بالياف. ودي طبقه الاندوديرمس او البشره الداخليه. هنا القشره فيها دي عباره عن طبقه برانشيميه مستديره خلاص، اللي فيها جوه ده عباره عن نشا ده للتخزين. تعال نروح برضو، ادي جذور ذوات الفلقتين، هنلاقي ان قشره كبيره، وادي 3 اذرع بالشكل ده كده، ادي الخشب وادي لحاء، خشب لحاء، وادي طبقه الاندوديرمس او البشره الايه الداخليه. طيب وادي قطاع اخر، ايه كل الازرق ده؟ دي خلايا برانشيميه، واللي جواها ده عباره عن نشا. وطبعا ادي المسافات البينيه، اما بتكون مثلثه بالشكل ده او بتكون مربعه حسب هل هي التقاء ما بين 3 خلايا ولا اكتر. الجزء اللي في النص انا مكبره هنا اهو بالشكل ده، ادي ذراع خشب، ادي 2 3 4، وبينهم ادي اللحاء، 1 2 3 4، يبقى دي عباره عن خلايا اللحاء بالشكل ده، ودي خلايا الخشب والاوعيه بتاعتها. فين طبقه البشره الداخليه؟ هي طبقه البشره الداخليه، ودي ماده السوبرين. هتلاحظوا حاجه يا شباب، ايه اللي بقى اللي هنلاقيه؟ هنلاقي ان ماده السوبرين دي والجزء المغلظ ده اللي هو قصاد اللحاء، لكن هنا ما بيكونش في تغليظ قصاد الخشب. لو جينا اهو هتلاقي تغليظ هنا وهنا، ادي اللحاء ادي تغليظ، ادي اللحاء ادي تغليظ. ليه؟ عشان الميه لما هتمشي كده داخل القشره دي عشان ما توصل، مين اللي هيطلع الميه لفوق في النبات؟ الخشب. يبقى لازم الميه تخش من الناحيه دي قصاد الخشب بالشكل ده اللي هي الاوعيه عشان تطلع لفوق. وادي شكل اخر بالمنظر ده، ادي القشره كبيره جدا اهي، وادي الطبقه الداخليه هنا 3 اذرع، ادي 1 2 3، وادي كميه اللحاء اللي موجوده عندنا. نفس الشيء هنلاقي السوبرين قصاد الايه؟ اللحاء، لكن قصاد الخشب تقريبا ما فيش تغليظ عشان تسمح بمرور الميه الى اوعيه ايه؟ الخشب في الجذر. طب تعالوا ننتقل بقى للساق. اهو بمجرد النظر، يعني انا كده من غير الواحد حتى، بمجرد النظر تبص كده كل دول سيقان، عرفت منين؟ كلهم فيهم حزام وعائي، سواء اللي على اليمين او اللي على اليسار، لكن هنا الحزام مبعثره في الشكل ده مبعثره، ونفس الكلام هنا مبعثره، وهنا تحت مبعثره بالشكل ده، يبقى ده ساق ذوات فلقه واحده. هنا على اليسار هتلاقي حزام وعائيه مترتبه في حلقه، ونفس الكلام هنا اهو مترتبه في حلقه، ادي الحزام الوعائيه اهي، ادي الجزء اللي بره ده القشره، وكل ده عباره عن النخاع اهو بالمنظر ده كده. تعال نبص للقطاع الثاني، ادي 4 اضلاع بالشكل ده، وادي الحزام الوعائي برضه في بشره في قشره، وادي النخاع، وادي نفس الكلام هنا، ادي الحزام الوعائيه، ادي طبقه القشره اللي هي محصوره ما بين البشره وبين الحزام الوعائيه، وهو هنا النخاع. نفس الكلام اشكال مختلفه بقى، ادي طبقه النخاع، دي كميه خشب هنا متصله عشان حصل نمو ثانوي خلاص، لكن هي كلها عباره عن ذوات فلقتين. طب تعالى نشوف نكبر شويه بقى الحزم الوعائيه عشان نعرف الفرق بين الحزم الوعائيه في ذوات الفلقه والفلقتين. في ذوات الفلقه الكامبيوم اللي هما بين الخشب واللحاء بيكون تكشف، تكشف يعني انقسم كليه، فعطى خلاص خلايا لحاء وخلايا ايه؟ خشب، وبالتالي الحزمه الوعائيه دي مش ممكن تكبر في الحجم عن كده. ليه؟ ما خلاص ما بقاش فيها كامبيوم. ادي اللحاء بالشكل ده كده، وادي اوعيه الخشب الكبيره، وادي وعاء الخشب الصغير، وهنا كان وعاء بس حصل ان هو انفجر نتيجه امتداد ونمو الخلايا فاصبح عندي. هنا هلفت نظرك لحاجه، وادي هنا حرف الواي، هنا بلاقي الخشب واخد شكل حرف الواي اهو، واي شيبد بنسميه، واي شيبد عامل زي حرف ايه؟ الواي. طب واللي تحت هنا الاوعيه واخده حرف الفي، حرف الفي بالشكل ده كده، لكن كلهم ذوات فلقه واحدة سواء الواي شيب او كده. طيب تعال نبص للي هنا،
وادي الشكل الاخر، ادي اللحاء اللي فوق الاصفر ده عباره عن خلايا الياف، وادي وعاءين كبار، وادي الوعاء الصغير وكميه الياف موجوده، وادي الكافيتي او الفراغ اللي نتج من نتيجه نمو الخلايا يعني، وحصل هنا زي فراغ كبير اتكون. طب والاصفر ده برضو عباره عن خلايا الياف. طب واللي بينهم دي عباره عن خلايا برانشيميه، نفس الكلام هنا. تعال نشوف اللي هنا، ادي الاوعيه الخشبيه الكبيره، ادي الاصغر الاصغر ده هنا الميتازايلم المتاخر شويه، وادي كميه اللحاء الموجوده هنا. نفس الكلام هنا، هنا الالياف موجوده كطبقه كامله اللي هي الصفره اللي فوق دي، وادي اللحاء اللي في النص اهو، وادي الخشب اللي هو لونه اصفر واخد اللون الاصفر بالشكل ده كده اللي هو الفي شيب. طب تعال نروح بقى نشوف ذوات الفلقتين، هنلاقي الكامبيوم ما زال موجود، عشان هنا بنسمي الحزم الوعائيه مغلقه عشان مش هتكبر في الحلق. تعال بقى نشوف الحزم الوعائيه في حاله ذوات الفلقتين، زي ما حضراتكم شايفين ادي حزمه 2 3. تعال نشوف التركيب بتاعها كده، ادي الخشب واللي هنا ده الكامبيوم لسه موجود، وادي الفلويم هنا. طب هنا في كامبيوم ما بين الحزم، اه ما ده الكامبيوم بين الحزمي، بين الحزمي هتكون اوضح في الشكل اللي بعده اهو، ادي حزمه 2 وادي جزء من حزمه وادي جزء من حزمه، وهنا الكامبيوم اللي موجود بينهم. تعال نشوف شكل اخر، هنا واضح جدا بقى، ادي الخشب بالشكل ده كده، وادي الكامبيوم اللي هو الصفين ثلاثه دول، وادي اللحاء هنا واضح جدا، ادي الكامبيوم الثلاث اربع صفوف الرفيعين دول اهو لو كبرت الشاشه، وادي اللحاء المنطقه اللي هنا خلاص، وادي الخشب المنطقه اللي هنا. يبقى دي حزمه وعائيه في نباتات ذوات الفلقتين. تعال نروح للاوراق بقى، زي ما احنا قلنا اهو العرق الوسطي ده فين؟ اللي هو ده المنتفخ اللي هو ده اهو، لو كبرت كده كل الكبير ده هو المدرب او العرق الوسطي، نفس الكلام هنا. ذوات الفلقه الواحده لا، عباره عن شريط النصل اهو، ذوات الفلقه الواحده اهو، ما فيش فرق كبير قوي ما بين اللي في النص واللي حواليه، عشان كده لما اجي اقطع الاقي اكبر منهم سنه شويه، لكن ادي بقيه العروق بالشكل ده كده جنب بعض، هو عباره عن طولي تعرق طولي وموازي. وطبعا اهو ذوات الفلقه الواحده كمان هتلاقي الباندل او الحزمه الوعائيه بتاعتها برضو مغلقه زيها زي بتاعت الساق بالظبط، ما فيش فيها ايه كامبيوم يعني، انما هنا ذوات الفلقتين لا، بنلاقي الكامبيوم موجود وبنلاقي النمو موجود، ذوات اللي هو الطبيعي بتاع ذوات الفلقتين. ده شكل الاوراق بالمنظر ده. تعال نكبر الشاشه شويه اهو، ادي الكامبيوم اهو، ادي الكامبيوم اهو، ادي الخشب هنا وادي اللحاء. تعال نبص، طب وايه الخلايا دي كلها؟ خلايا برانشيميه. طب وايه اللي تحت ده؟ خلايا كولينكيما. عرفت منين؟ الجدار بتاعها غير التغليظ غير منتظم. طيب تعالى هنا نفس الكلام، لو بصيتوا هنا هتلاقوا هنا ثغر بالشكل ده، ادي ثغر تاني، هنا ثغر مقفول وممكن تكون الثغور على السطح السفلي اكيد طبعا ليه الورقه. ادي التركيب والتشريحي لكل من الورقه والساق والجذور، وبالتالي لو جت لنا اي شريحه من الشرايح اللي قدام حضراتكم دي يبقى سهل ان احنا نتعرف عليها. ايه اللي هيبقى مطلوب ايه؟ هنقول والله ثلاث حاجات، هنقول حاجتين، هنقول ده ساق ولا جزء ورا ورقه، يبقى احنا عرفنا العضو اللي احنا بنشوف التركيب التشريحي بتاعه. اتنين، هقول ذوات فلقه ولا ذوات فلقتين. طبعا نزيد على كده بقى مثلا رسمه زي كده، يبقى هتقول لي مثلا حزمه، انا جايب هنا مش القطاع كله بقى، انا جايب حزمه وعائيه، فهتقول دي حزمه وعائيه مغلقه. طب تنتمي لايه، جذر ولا ساق ولا ورقه؟ جذر طبعا انسى خلاص، عشان ده حزمه وعائيه يبقى ساق. مغلقه لان بلاقي كميه الفلويم او اللحاء قليله جدا، والاوعيه تكاد تكون عباره عن اثنين او ثلاثه زي ما الناحيه الثانيه. نفس الكلام هنا الفي شيت تمام، والشرايح اللي بتيجي هي نفس اللي موجوده قدام حضراتكم بالشكل ده كده. اي صوره من دول اهو، جبت قطاع زي كده مثلا واقول لك القطاع ده عرفه، هتقول لي ساق. طيب هتقول لي، اقول لك السبب، هتقول لي وجود حزم وعائي، ما تقولش بقى مرتبه، مرتبه ده بتديني الصفه الثانيه ان هي ذوات فلختين، وهكذا في باقي الصور اللي موجوده معانا بالشكل ده كده. لو انا جبت، مش لازم اجيب القطاع كله يعني، لو انا جبت الشكل ده بس كده خلاص تقدر تعرف ان ده جذر. ليه؟ مفيش حزم وعائي وفي طبقه اندوديرمس بالشكل اللي الطبقه الداخليه بالمنظر ده كده. ان كنت وفقت فمن الله سبحانه وتعالى، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا نفاقا او رياء او سمعه. الى ان نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم، اترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.